شكرا يا متعب. ننتقل إلى أبو وائل من مكة المكرمة. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. يا شيخ أنا صار معي حادث من سنة 1993، صدمت ولد وتوفى، ودفعت الدية ونمت في السجن 16 يوم، هل باقي علي شيء؟ نعم. من 1993 صدمت ولد وتوفى ودفعت الدية ونمت 16 يوم في السجن الحق العام، هل باقي علي شيء؟ باقي عليك صيام الكفارة، تصوم شهرين متتابعين. نعم.